أحبائي الطلبة، الهدف من هذا الفيديو هو التعريف بالهيليكال جيرد. التعريف بالهيليكال جيرد وكيفية وطريقة تصميمها. طبعا the main difference between the helical gears and spur gears that the helical gears have teeth that lie in a helical path on a cylinder. الteeth هذه بالحقيقة formed an angle which is called a helix angle. هذا هو شكل الهيليكال جيرز بالحقيقة أثناء عملية التعشيق مالتها. هذا عبارة عن هيليكال جير سيت. نلاحظ أنه تو جيرز، هذا الكبير اللي راح نسميه بالجير والآخر الصغير اللي راح نسميه بالبينيون. واحد من عندهم راح يكون عندنا رايت هاند والآخر من عندهم راح يكون ليفت هاند. لاحظوا الأسنان كيف تميل على محور الجير بزاوية مقدارها زاوية الالتفاف احنا نسميها او الهيليكس انجل. طبعا ممكن نقل الحركة في هذه التروس بين محورين متوازيين مثل ما نلاحظ، او بين محورين متقاطعين كما هو الحال في شكل بي. طبعا تتراوح هذه الزاوية اللي هي عبارة عن الهيليكس انجل بأحسن الأحوال ما بين 15 إلى 30 درجة، 15 إلى 30 درجة لغرض التصميم الصحيح. والهيليكس أنجل مال الجير والهيليكس أنجل مال البينيون يكون عندنا قيمتهم واحدة مثل ما راح نلاحظ في بعض الأمثلة. طبعا هذا النوع من الهيليكال جير، special type of helical gear، اللي هو الهيرينج بون. وهذا الهيرينج بون يستخدم لأغراض الأحمال العالية. طبعا من الفوائد اللي لهذا النوع من الجير عن سابقه اللي هو السبور جير، انه هذا الهيليكال جير عادة يستخدم في السرعات العالية لانه الضوضاء مالته تكون قليلة في السرعات العالية بسبب الجراجوال انجيجمنت اللي توفر لنا هذا الميلان مال الاسنان اثناء عملية الكونتاكت، فلذلك راح يكون الضوضاء الصادر عنه أقل بكثير من سابقه. أما أهم disadvantage لهذا الجير هو وجود القوة أو المركبة الثالثة للقوة اللي هي الأكسيال فورس، اللي هي هذه اللي هي القوة المحورية اللي تلاحظون هذا السهم اللي عبارة عن قوة محورية. هذه القوة المحورية احنا مثل ما نعرف انه السبور جير يكون عندنا يتحمل مركبتين من القوى. هنا بالنسبة للهيليكال جير راح يتحمل لنا ثلاث أنواع من القوى. واحدة من عندهن راديال والأخرى من عندهن تانجنشال، والثالثة راح تكون عندنا اللي هي القوى المحورية أو الأكسيال فورس اللي هي هذه. هذه القوى المحورية تستوجب من عندك كمهندس إنه تستخدم ما نسميه بالثرست بيرنج. تشوفون هذه المتدحرجات اللي موجودة، هذه عبارة عن ثرست بيرنج حتى تمتص لنا هذا الفورس اللي هو عبارة عن الأكسيال فورس. هذا قبل لا ندخل بعملية التصميم نحتاج انه نعرف الترمينولوجيز مال الهيليكال جير اللي راح نستخدمها، يعني اللغة اللي راح نحكي بيها بالنسبة للهيليكال جير. اذا تلاحظون هنا بالشكل رقم 4 هذا، لاحظوا هذا هو عبارة عن هيليكال جير. لاحظوا هذه الخطوط المائلة تمثل لنا الأسنان مال الهيليكال جير اللي تميل بزاوية اللي احنا سميناها زاوية الالتفاف، اللي هي هاي الزاوية اللي هي زاوية ميل هذا المحور مال التوث عن المحور مال الجير نفسه، عن المحور مال الجير نفسه. لاحظوا هذا الهيليكال جير إذا قطعناه بالحقيقة بمقطع بمستوي اللي هو هذا اللي احنا مأشريه بNN، اللي هو دي يكون عمودي على اليمين، عمودي على الأسنان. وراح نباوع له، راح نشوف انه بالمقطع NN راح يظهر الهيليكال جير يشبه عندنا السبور جير اللي درسناه بمحاضرات سابقة. فلذلك
راح يظهر الهيليكال جير على شكل سبور جير او شبيه بالسبور جير، ما نقدر نسميه بالسبور جير. وهذا الترتل الاسطواني العدل خلينا نقول عليه راح نسميه بالفيرتوال سبور جير. فيرتوال سبور جير يعني سبور جير افتراضي. زين، كل التيرمز اللي درسناها بالنسبه للسبور جير راح تكون تصلح هنا، باستثناء انه راح نضيف لها لاحقة اللي راح نسميها بالان، وهذه الان تشير لنا الى انه انه هذا الجير هو بالمقطع اللي اخذناه عمودي عليه اتجاه التيث مال الهيليكال جير اللي هو ان. فلذلك هنا عبارة عن السيركلر بيتش بالنورمال بلين، هذا السيركلر بيتش بالنورمال بلين، هذه عبارة عن الفاي ان اللي هي عبارة عن البريشر انجل بالنورمال بلين، وهكذا. هذه راح نستفاد من عندها بالعلاقات مالتنا التصميمية اللي راح نشوفها فيما بعد. طبعا هذا الفيرتوال سبور جير راح يكون الى نمبر اوف تيث اللي راح نسميه بالفيرتوال نمبر اوف تيث. هذا الفيرتوال نمبر اوف تيث راح نعتمد عليه في حساب السترينث مال الجير مثل ما راح نجي نشوف فيما بعد ان شاء الله. طبعا هذه العلاقات وعلاقاتها مع بعضها البعض، شوف النورمال بيتش سيركلر بيتش بالنورمال بلين يرتبط لنا بالسيركلر بيتش مال الجير مال الهيليكال جير بهاي العلاقه بي ان يساوي ان بي في كوساين ساي اللي هي عباره عن زاوية الالتفاف أو الهيليكس أنجل راح نسميها. بينما الأكسيال بيتش، الأكسيال بيتش راح يكون هو عبارة عن أكسيال سيركلر بيتش هو عبارة عن سيركلر بيتش كوتانجنت بساي، وممكن أن نعوض عن قيمة بي بما يساويها زين، سيركلر بيتش بما يساوي دلالة بي ان، فنطلع العلاقة ما بين بي اي وبي ان اللي هي سيركلر بيتش بالأكسيال بلين والسيركلر بيتش بالنورمال بلين، تربط بيناتهم هاي العلاقه. طبعا هذه العلاقه اللي شفناها سابقا انه حاصل ضرب الدايمترال بيتش في السيركلر بيتش يساوي لنا باي راح تبقى صحيحه بالنسبه للهيليكال جير، بس راح تكون عندنا بالشكل التالي: الدايمترال بيتش بالنورمال بلين في السيركلر بيتش بالنورمال بلين يساوي لنا باي، الاكسيال بيتش الاكسيال دايمترال بيتش هو الدايمترال بيتش مقسوم على الكوساين بساي. مثل ما تعرفون انه الدايمترال بيتش هو هذا تعريفه، هو عبارة عن النمبر اوف تيث نسبة الى شنو، الى البيتش سيركل دايمتر، البيتش سيركل دايمتر. وهذه هي التعريفات الخاصة بالعلاقات اللي تشوفوها امامكم. العلاقة ما بين فاي ان وفاي راح تكون عندنا هي بالشكل التالي: تام فاي ان يزيكول تو تام فاي كوساين بساي، كوساين بساي. طبعا another geometric quantities دائما عندنا البيتش سيركل دايمتر دي هو عبارة عن الان في النورمال بيتش سيركلر بيتش، العفو الان في سيركلر بيتش مقسم على باي، وهذا البي ممكن ان نعوض عنه بما يساوي دلالة بي ان، راح نقدر نكتبه بهالشكل هذا، ونقدر نكتبه بدلالة الدايمترال بيتش من خلال ملاحظتنا للعلاقات اللي شفناها على. كذلك الحال هنا عندنا المسافة اللي تكون ما بين مركزي الجيرز اللي هو احنا سميناها سنتر تو سنتر ديستانس، اللي راح تكون عندنا هي عبارة عن دي 1 زائد دي 2 اوفر 2، وكل دي ممكن ان نعوض عنه بدلالة سيركلر بيتش والنمبر اوف تيث، فراح تطلع لنا العلاقة بهذه الشكل. وبدلالة الدايمترال بيتش النورمال دايمترال بيتش ممكن نكتبها بهذه الطريقة. كل واحدة راح نشوف التطبيق مالتها ان شاء الله من نجي نستعرض بعض الامثلة. الفيرتوال نمبر اوف تيث مثل ما قلنا لما قطعنا الهيليكال جير ببلين عمودي على التيث مالته، شفنا الجير هو عبارة عن virtual spore gear. هذا ال virtual spore gear إلى number أو virtual number of teeth مقداره إيه هذا
ان داش يساوي ان ان اوبر كوسين تكعيب زاوية الالتفاف هذه اللي هي عبارة عن الهيليكس انجل. هاي القيمة مهمة جدا عندنا بالتصميم. على ضوءها راح نحسب شنو؟ راح نحسب اللويس فورم فاكتور اللي هو الواي مثل ما تعرفون. راح ناخذه من الجدول عند هذه القيمة، قيمة ان داش، قيمة ان داش. الان هو عبارة عن النمبر اوف اكتوال تيث مال الهيليكال جير. طبعا هنا مثال عبارة عن تطبيق مباشر للعلاقات السابقة، يكون مثال بسيط جدا فأرجو الاطلاع عليه. المهم عندنا انه نشوف الهيليكال جير بالحقيقة، الهيليكال جير توث لود، شنو انواع الحمل اللي ممكن يتحملها هذا النوع من الجير. مثل ما تلاحظون هنا بهذا الفيجر، لاحظوا هذا هو عبارة عن هيليكال جير، لاحظوا الاسنان شلون تميل، هذه هذا اتجاه السن، تلاحظون شلون هذا اتجاه التوث مال الهيليكال جير، دا يميل بزاوية مقدارها زاوية الالتفاف اللي هي هاي عن من عن المحور الطولي للهيليكال جير نفسه. الهيليكال جير هاي هي عبارة عن الفتاي. لاحظوا هنا عندنا نتيجة لعملية التعشيق ما بين الجير والبينيون، ما بين الترسين، ما بين التو جيرز بالحقيقة اللي هم هيليكال جير، راح يتولد عندنا فورس مقدارها اف ان، تأثر لنا بالبيتش بوينت، تأثر لنا بمنطقة البيتش بوينت. هذه الاف ان ممكن انه نحصل من عندها ثلاث انواع من القوى، من عندها الاف تانجنشال اللي راح نسميها بالدرايفنج فورس، هذه هي اللي تولد لنا التورك، لاحظوا الراديال فورس اللي تحاول ان تضغط او تحاول ان تفصل الاسنان عن بعضهم البعض، وعندنا هنا القوة الجديدة اللي راح نسميها القوة المحورية اللي هي عبارة عن الاكسيال فورس، هذه اللي قلنا تتطلب وجود ثرست بيرنج على طرفي الشفت اللي يحمل لنا هذا النوع من انواع الجيرز. القيم مالتهم بالحقيقة، القيم مالتهم ممكن انه نوجدها. لاحظوا هذا اف ار، هذا الاف ار اللي موجود هنا اللي هو نفسه هذا العمود النازل هنا، ممكن ان يكون هو عبارة عن اف ان اللي هو هذا في ساين شنو؟ ساين فاي ان، ساين اي في هذا المثلث القائم الزاوية. تلاحظون شلون هذه القيمة هي قيمة اف ار نفسها اللي راح تكون عبارة عن اف ان ساين شنو؟ ساين فاي ان. هذه المركبة الثانية في هذا المثلث راح تكون هي عبارة عن اف ان كوساين فاي ان، هذه هي اللي راح تتحلل لنا الى شنو؟ الى الاف تانجنشال. لاحظوا هاي، هاي هي نفس هاي المركبة، لاحظوا اذا هذه هي عبارة عن الاف تانجنشال وهذه هي عبارة عن الاف اكسيال، ولا ننسى انه الاف اكسيال والاف تانجنشال واحد عمودي على الاخر، يعني الزاوية هنا تكون عندنا 90، فلذلك راح يكون عندنا هذا الوتر. لاحظوا هذه الزاوية اللي محصورة ما بين هذا الخط الافقي وما بين هذا الوتر، تلاحظون شلون؟ إيه هذا زين، هي الزاوية نفسها زاوية الهيليكس انجل. اذا ننقل هاي الهيليكس انجل راح نلاحظها انه هي هنا، فلذلك هذه راح تتحلل الى مركبتين، هذا عبارة عن اف ان كوساين فاي ان، اذا نضربها في كوساين بساي راح تعطيني شنو؟ راح تعطيني التانجنت تانجنشال فورس، واذا نضربها بالساين راح تعطيني قيمة الاف اكسيال. هذه هي عبارة عن الاف راديال تيكون تو اف ان ساين فاي ان، والاف تانجنشال هي عبارة عن اف ان كوساين اف ان في كوساين ساي، والاف اي هي عبارة عن اف ان كوساين فاي ان ساين ساي، والاف ان هو عبارة عن النورمال لود اور الابلايد فورس الناتج عن عملية التعشيق مال التو جيرز هذه. الراديال فورس هي عبارة عن اف ار، والتانجنشال فورس هي عبارة عن اف تي اللي هي عبارة عن الترانسميتد فورس، بينما الاكسيال فورس وممكن كتابة الاف ار والاف اي والاف ان بدلالة الاف تانجنشال بهالشكل هذا من خلال العلاقات السابقة. يعني راح نطلع قيمة الاف ان مثلا هنا، قيمة الاف ان تساوي لنا الاف ار اوفر ساين
العفو هنا الاف ان تساوي الاف تي على كوساين فاي ان كوساين بساي من هالعلاقة هذه. فمن عرفنا الاف ان نقدر نعوض عن الاف ان هنا باف ار، نطلع من عندها علاقة تطلع لنا العلاقة ما بين الاف ار والاف تانجنشال، ونعوض عن الاف ان بهاي العلاقة راح نطلع العلاقة ما بين الاف اي والاف تانجنشال اللي راح تنكتب بهذه الطريقة. لاحظوا هذه هي عبارة عن الاف ان اللي هي اف تانجنشال كوساين فاي ان ملتبلايد باي كوساين بساي. بالحقيقة العلاقة ما بين البريشر انجل والبريشر انجل بالنورمال بلين اللي هي عبارة عن فاي ان راح تكون عندنا بهالشكل هذه، تان فاي ان از ايكوال تو تان فاي كوساين بساي كوساين بساي. طبعا لغرض التصميم مال الهيليكال جير نحتاج شغلتين مثل ما متفقين احنا بعملية التصميم، انه نختبر الجير من ناحية السترينغ، وهذا السترينغ عندنا شكلين، واحد من عندهم البيندينغ والاخر من عندهم الوير. البيندينغ اند وير سترينغ، البيندينغ اند وير سترينغ. مثل ما تعرفون البيندينغ هي حكمة معادلة لويس او تحكم معادلة لويس، والوير تحكم معادلة باكنغهام. ومثل ما تعرفون اللويس اكويجن اخذناها بالنسبة للسبورجر بالتفصيل الممل راح تكون هي نفسها اللي راح نستخدمها هنا بالهيليكال جير، مع استخدام الدايمترال بيتش، الدايمترال بيتش ك دايمترال بيتش بالنورمال بلين. بالنورمال بلين لاحظوا هذا السيجما نوت هو عبارة عن الالاوبل سترس، الالاوبل بيندينج سترس اللي راح ناخذه من الجدول. البي هو عبارة عن الفيس ويدث، الواي هو عبارة عن الفورم فاكتور، التوث فورم فاكتور. هذا التوث فورم فاكتور راح ناخذه من الجدول، بس عد شنو؟ عد الفيرتشوال نمبر اوف تيث. عند الفيرتشوال نمبر اوف تيث الكي اف هذا عبارة عن الفاكتور اللي ياخذنا بنظر الاعتبار الفتيك. اذا انطينا تاخذون القيمة اللي راح نعطيها، واذا كان ماكو عندنا اي معلومات راح تكون قيمته تساوي لنا واحد، وهذا عبارة عن normal diametral pitch. اذا the value of y is obtained from the table. Then from the table using the virtual number of teeth. هذا هو التيبل اللي هو table number 1. لاحظوا هنا نروح نحسب ال virtual number of teeth ونشوفه هنا موجود، ناخذ الفورم فاكتور اللي قبلها عد الفاي اللي هي عبارة عن البريشر انجل، البريشر انجل. وهذا عبارة عن جدول اخر اللي ينطيكم قيمة السيجما نوت اللي هو عبارة عن الالاوبل بيندينج ستريس، وهذا راح يعتمد لنا على قيمة بالحقيقة يعتمد لنا على نوع الماتيريال اللي راح نصنع من عنده. شنو نصنع من عند الجير، نصنع من عند الجير. لاحظوا هنا بالنسبة للانواع المعادن اكو عندنا هذا دبليو كيو and T معناه water quenched and tempered، يعني هذا المعدن زين احنا نسوي له عملية quenching. عملية quenching تعني عملية رفع درجة حرارة المعدن الى حد معين ثم غمرها في وسط تخميد، وهذا الوسط التخميد maybe water، فلذلك نقول هنا water quenched. وحتى نخفف من حدة الإجهادات اللي راح تحدث راح نسوي لها عملية تيمبرينج، فلذلك إنها water quenched and tempered مثل ما درستوا بموضوع المعادن. النوع الآخر oil quenched and tempered، يعني معناه إنهم تسوي لها عملية quenching أيضا عملية رفع درجة حرارة المعدن إلى حد معين ثم تبريده عن طريق الأويل، وبعد ذلك نسوي لها عملية تيمبرينج حتى نقلل من تأثير الإجهادات اللي راح تتولد بالمعدن. فهذا معنى الووتر كوينجد اند تيمبرد اور اويل كوينجد اند تيمبرد، عندنا هيك نوع من انواع المعادن. هذه الباكنغهام ايكويجن اللي نستخدمها حتى نختبر الوير سترينث. لاحظوا اللي راح يتغير عندنا فقط انه راح نقسم المقام مالتنا على كوساين تربيع زاويه الالتفاف اللي هي عباره عن الهيليكس انجل. البينيون بيتش سيركل دايمتر، البي هو عبارة عن الفيس ويدث، الكيو هو عبارة عن كونستنت، هذا مقدار الكونستنت نفس الكي هو عبارة عن كونستنت، هذا الكونستنت ناخذه من جدول. اصلا شوفوا الجدول كوساين تربيع زاوية الهيليكس انجل اللي هو لاحظوا هنا
هذا هو عبارة عن ال k at phi is equal to 20 phi is equal to 25. شو نوع الجير اللي موجود عندك؟ شو البريشر انجل مالتك تستخدم؟ وحسب نوع المعدن اللي موجود هنا فهو عبارة عن كونستنت يؤخذ من هذا. طبعا الشرط الأساسي للتصميم الناجح انه يكون عندنا ال F bending is greater than FD اللي هو الدايناميك فورس. and إذا نريد نصمم على أساس الوير حتى يكون التصميم ناجح مالتنا ويشتغل انه ما يصير عندنا وير بالجير اللي اشتغلنا عليه، لازم يكون عندنا FW greater than or equal to FD. هذه ال FD قيمتها هي هاي. تذكرون احنا بالسبور جير طينا ثلاث انواع من المعادلات. هنا هذه المعادلة لانه عادة الهيليكال جير يستخدم بالسرعات العالية، وممكن استخدام بعض المعادلات هناك مثل ما راح نشوف باحد الامثلة اللي راح نحلها فيما بعد. هذه الفيلوسيتي هي عبارة عن البيتش لاين فيلوسيتي اللي هي عبارة عن الاوميجا في ار، وهذه الاوميجا في ار لازم نحولها من متر بير سكند الى شنو؟ الى فوت بير منت حتى نستخدمها هنا. طبعا الى حد هنا ننهي هذا المقطع التعريفي، على امل ان نلتقي بكم بفيديو اخر لتوضيح الاسئله بعض الاسئله المحلوله حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا.